السلام عليكم خوتي اخواتي هادي كي دايرين لاباس عليكم. نتمنى والله تكونوا كاملين بصحه جيده وعواشركم مبروكه ورمضان عليكم بالخير ان شاء الله. وهالعيد قريب ان شاء الله والله يدوز كل شيء بالصحه والسلامه وطول العمر. وشكرا لكم شكرا لكم على الكومونتيرات الزوينه اللي كتبتوا لي. شكرا لكم على الدعم اللي تدعموا اختي في العروبيه مع الوالده عدي عمويتي. وشكرا لكم كاملين حتى هي راه موينتكم حتى نتوما كيما موينتنا حنا راه موينتكم حتى نتوما. وشكرا لكم بزاف بزاف. شكرا لكم على الدعم اللي تدخلوا عند خويا محمد محمد وبناته في الباديه سكينه فلوك. راه خويا داير قناه راه تحطها لكم اختي. شكرا لكم كاملين كاملين لا فرقه فيكم. وشكرا لكم من العالم العالم ومن طنجه القويه. عاد تقولوا العبد اليمان ها اليوم زراي ويلمان واليوم ساكت يدوعف شويه عنده يعاف شويه حيت الراجل سير يتفرج في نيوس سير يتفرج في الخطبه الخطبه ديال الوحده. دابا راها الوحده وقريبه الوحده ونص. مشيت تقديت وبغيت ندير شي حاجه بغيت نصوم اليوم معكم السمن وندير الغداء وداك الشيء يا ربي على الغداء ندير سميتو الفطور جهه الرمشات المدرسه. وخا اليوم حتى واحد ما خدام حتى واحد ما قاري ولكن هي دايرين معها هجي. ايوا نشارك معاكم مقضياتي تبعوا معايا غنبقى عليكم هنايا طقبق لق 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 ما نسكتش. امين. هو سفيان اللهم اشري لي الدلاع ماما اشري لي الدلاع ماما اشري لي الدلاع. انا مشيت عند مول الدلاع ريحتها على مزيناتها من الريحه تشميها ريحتها دايره. ايوا الدلاع اخوتي راه باقي مش كاينش وقته ولكن في المغرب ما عرفتش واش دخل ولا ما دخلش ما عرفتش. ولكن هنا حنا عندنا دخل ديال موريطانيا. قلت لي تاع قول لي واش ديال بريطانيا ولا ديال موريطانيا. قال لي موريطانيا. قلت لي ملي تاع موريطانيا راه بحالنا بحالهم راه كاع عندهم الشمس وكاع مغربونا واحد. وهذا ديال موريطانيا بشحال الكيلو 425 الكيلو هذه جوج اورو و25 سنت هذه الكيلو. يعني هذه كنا عبرت شي 1200 ولا ما عرفت شي هذه. وجبت اخوتي ثاني جبت انا عاد نشارك معكم مقضياتي لا ما تنطفنطز عليكم ما تنقول لكم راه مشتري. نشارك معكم اللي كاين داكشي البسيط على قد الحال. الحمد لله جبت طاطا وكلشي على الباربه الباربه مع قالوا لي اشربي الباربه باش يعود وجهك احمر. ايوا انا راه ماشي غنشرب على الباربه انا راه وقيله نعوم فيها. قال لك بحال ديك اللي قالوا لها ناخذوا هاد الشطح ما بقات تبغى تقعد هي تعتي انا الباربه خويا كنعصرها هي وشويه الليمون. شوفوا نسيت الليمون ما جيت ولكن باقي عندي واحد جوج ليمونات. واحد السيده هي قالت لي عصرها هي والليمون خيزو ولكن انا ما تنطيبهاش. الباربه ملي تشروها كلوها خضراء كلوها خضراء يا اما ديروها شلاضه يا اما طحنوها يا اما حكوها هي وخيزو شويه الليمون ولكن ما تسلقوهاش. راه ملي تتسلقوها المنفعات ديالها كلها تتمشي بحال تاكل الثوم بحال تاكل عاد التبن المنفعات ديالها كل مشي. هاد الباربه تتكل خضراء انا تناكلها خضراء تنطحنها. ها هي فين هي حتى هي راه 400 الكيلو القبطه القبطه فايت لك حبيت. ماطيشة عندنا الدوي الفرنسية هاد الشي بدا تشوفو راه شي يعني كيلو ونص ما كاملش راه شي هنايا شي الفريال هنايا هاد الشي اللي تدي 400 وجي 600 الكيلو 600 درهم الكيلو. وجات شويه الفريز جيها انت يا عزيز على شويه الفريز طحنه مع الحليب وداك مع الفطور ملي نديرو الفطور. شويه الحامض شويه الكيوي تا وجدوا ليهم. هذه كورجيت نديرها ليونس الصوبه ندير لي الصوبه هي البوارو الليمون الزيتون. وهذه مشترياتي ومقضياتي. ودابا خوتي
غنجمع هاد الدار ونجمع هادشي نتولو عاد نبدا معاكم اشنو عندي وهانتوما جيهان اللي تكون معايا تتونسني والله الا تونسني وتتعاونني مسكين ولكن هي جات مسكينه باش ما تخلينيش متكرفص وتعدم ملي مع صحتش اليوم انا ما خداماش جمعه الدار باح في الليل انا مشيت نعست صافي فطرنا وجمعنا جمعت لها على الطابله وصافي وهي دخلت للدوش جمعته وشطبت هنا المراح وشطبت الدنيا قالت لي باش من جات عندي قالت لي ماما باش وليت فيقي تبقاي ناعسه شويه باش وليت فيقي ما ديري حتى حاجه سيري عاد قداي وجهي كنت غنجيب لها شويه الحوت عزيز عليها الحوت كنت غنجي نجيب الحوت الساعه الحوت لقيتو ساد اليوم ما عرفتش شنو ندير ليهم العشاء وقيلا ندير لهم عشوة الدجاج ونقلي ليهم شويه البطاطا وصافي هذا راه معاوناني خوتي والله لا معاوناني مسكينه كون ما كانتش والله نتكرفص بزاف وما بنتي شفتها كنت كرفص مزيان معاوناني في خوها معاوناني في يعني في بزاف د الحوايج الدار ما بقيتش نحط في يدي ولا تجمعها يعني لا تنعاون ثاني ندير حوايج اخرى حتى نمشي نتقدى ندير هذه ندير هذه بعدا معاوني ماشي بحال في الاول كنت مكرفصه واحد التكرفيص ديال العدو والدار بلا بنات راه خاليه بحال دابا جاني لاختي ملي مشات عند امي فرحتها هي تجمع ليا وهي تشطب ليا وهي تتقدى ليا وهي تخمم ليها حياني على البنات اللي عنده البنات يفرح بهم قد حقه في الدنيا وتا الاولاد الله يخليهم لينا تا الاولاد راهم ساكنين هما راهم معاونين هما راهم معاونين ودابا بخودي هادشي كله هذيك النهار ملي مشيت العروبيه مشاركش معكم الزبده لحقاش نسيتها في الطوموبيل وانتم شريت كيلو تاع الزبده من العروبيه ها هي بقى بلبنها هي نغسلها هي بلبنها شفتوها هذا كيلو تاع الزبده من هذيك العروبيه اللي مشيت ليها راه حطيت لكم العلوان ديالها ودابا غنطيب ليها الزعتر ونديرها ونسمنها نديرها سمن هاد الزبده شوف واش داير هو ولدو ناودي لاغير سمو فلا وجيهان عزيز على الحريرة والله ما عرفت واش ندير الحريرة ولا لا سفيان سفيان كيك هانتو عرفتو عيفرح هانتو ما سفيان كيك هانتو ما كعيفرح زيد اوكي شوف كعنقني شوف قايدي قايدي فرحتي يا زيد نقرضي انا زيد مخ ايتا يا مخ ايتا شتي خوتي شتي كعنقني شتي كيف راح مين امي تقولي ماما جيب لي واطر بلو يلا خلي ها وانا خلي حط حط هذا نسا هذا نسا الله يوليك الله يا ابن ستيري كيك وين تمر اي ولا ما تكش اي مو تخوتي على هذا السويد على الزقا وزقا وانت زقا واخا غالي انت ما يغلاش على ولدي انا حيدي تبعت حيدي اسبوره يا واطر ملون ايوا هانتوما معايا اخوتي
حتى نرتب هاد الشيء. شوفوا الدنيا كي دايره هانتوما كويزينه ما عنديها صغير ولا شتوها هانتوما ها هادو هما السحور ايوا نرتب هاد المويعنات. البارح درت هاديه البارح مع جات اللبن من العروبيه ولا اللبن عليا ما كنشربوش راسو وانا نصور انا باقا كاع ما درتو عنديها في الفريغو فورت داك سميتها فورت كيلو ديال البلبوله راه طايبه كالزبده ها لمزيناتها نشدها ونفرتكها ونديرها في باطا ونديرها في الثلاجه وكل لبن ناكلو منها صايفوك انا تنديرها عزيزه عليا وخا شويه اللبن تيضرني في المصران ولكن فورتها غزاله 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 فورتها البارح هي باقا به باقا به برمته هنايا هانتوما اخوتي ايوا نجمع هادشي ونشوف واش غندير وهاني معاكم هاني معاكم اخوتي هانتوما اخوتي على العجين العجين خبزات العجين خبزات حنا نقولو كاع حنا في عبده نقولو على العجين خبزات الله اعلم ماشي عبده كلها كنقول لها قنت اش تيكون حنا بعدا قنت لي حنا فيه تنقولو نعجنو خبزات للماما ايوا نعجنهم بال هو تتعجن ليا اجيها شحال هادي مبقيت عجنت ايوا اليوم مكيناش العجنان هانتوما ديك ديك كامل من خالتو شري عند الزينات وشعلو الضو باش تكون الضلمة خالتو عند زيناتو هاد رمضان والله مش شري الخبز علاش ما غنقطعها انا ما تنمشيش الخبز في رمضان وجي قالت لي ماما نعود نعود نعجنوها في الدار قلت لها واخا يفطر الحال ما نعودوش نشرب خبز من الزر جيبها الخبز تاع الدار لا ويدي على يدي ويدي ليدي وعجلي هاي وصفه جميله شري لي في الرمل المغرب ديال السماكه ديال البوطه وتصيفطوا لي ونعاود نعمر البوطه هنا ونعجن الخبز ونطيبو في الفرن ما الفرن تاع الضو ما تيطيبش خبز نطيبو في المقله واصلا تخسر ليا صافي تخسر عند هاد الشعير كامل غنزيدو شويه الذرة هادي الذرة هانتوما هاي فينا المايس ولا هذا سميتها الذرة الذرة من الكوكا هيا نزيد شويه الذرة فيها الذرة مايس هايا خليني تتكبر العجنة وقت اللي تعجن لا الرجالة ما يعجنوش وهذه الخميرة البلدية هانتوما هي خامرة حتى عم الزينات هاد رمضان ندير الخميرة درتها بالتمر ها كبيرة ها خامرة ريحتها ريحتها من الزينات ندير بها الحريرة ها نجيب الخميرة البلدية وملي نعجن يا ربي تخلو شويه هاد شويه عاد خلو ديروا فيه ثاني شويه الدقيق بالماء سخون وتسدوا عليه وتحطوه في بلاصه دافئه ولا بغيتوا ديروا الحريره حتى يدوروا بها شويه باش ما تضرش في 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 الماء ايوا هذاك الشيء اللي كاين تنشاركوا معكم مع المولى جدودنا ووالدينا درتها بالتمر هي تدار بالتمر تدار بالحمص تدار بالفول كاع الحاجه اللي تتخمر تداري ها ماما 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 كاك 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 يخطب حدايا يلا خليها خليها باغي كرواسة وانا وانا ما مشيتش للحانوت وسفيان يا انتم اخوتي باغي الكرواسه وانا شاريه هذيك الكرواسه اللي تتباع ومكنجره
وتسخنوها. هذاك الفران راه كان عندي حتى هو خاسر، كان عندي في الكالدر لتحت وجبدته، اما الفران ديالي خسر ليا اللي هو زوين، وما الفران ما حتى هو ما زوينش. دابا نقول جميل صيفط ليا الفران ديال البوطات يكون زوين، لا بغا جميل جميل راه حيتاش الثقل وداكشي، ولكن غنقول ليها صيفطيه ليا في الكار لا بغات، هو راه يمكن حتى نهضر معها بعدا. ايوا دابا راه قال لي دير ليها شي كرواسون، ما فيا ما نمشي للحارات وكلشي ساد اليوم، درت لي شويه الكرواسون هنايا راه سيره الطيب كل الدلاع، وقال لي ماما ديري لي شويه كرواسون. ايوا واش غندير دابا الوليدات راه خصنا ناكلوهم، حنا صايمين والوليدات ناكلوهم. هذاك الفران ديالي كان نافعني، ندير عليه وي بلوف، نطيب الدجاج ونحمرو فيه بزاف د الحوايج، ولكن خسر. وهاد اليامات هاد النهار اليوم ما خداماش، اللهم ندير فيه حوايج زوينين. جيها نعزز على الحريره، كان عندي ليها الحريره تاع هي الزوف يوم هاد، ديروا على الخميره البلديه في الاول عجنوها بعدا دلكوها، عاد ديروا الخميره الروميه وديروا الخميره وديروا الملح. خوتي انا ما تنقش نعجن هكا، انا نوريكم كيفاش نعجن. وهانتوما معايا خوتي حتى نعجن العجينه وهاني معاكم الله يحفظكم. وهانتوما العجينه هي خمرت، هاي فينا هي، دابا غنمشي نقرصها شويه من الزينات تبارك الله صلاح النبي من الزينات. ها دابا غنمشي نقرصها صوفيا راه درت. ها سنة الطيب راه طابت وحده، راه طابت وحده، سير هذا باغي الكرواسه طيب علي طيب علي طابت نعطيها لي فران، هذا الفران ما طيبش مزيان. ما علينا ماما فيو لما كنتبربص حدايا تهما يا ولد فيه الكعك نخني كلار الاما نخني كلار باختي في كاس ماما على صفرية ما ياكل معاك حتى واحد. ها سير كلشي صايم، التليفون ما بغى يوقف ليا وانا نقدر نقرص في العجينه، نقرصها واف ولا اخرى يمشي ويجي عليا يمشي ويجي عليا. هذه هو سكتيني ها هي بويه الفران ولا 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 شنو هكا طلعت اخضر. دابا خصني نشري شي فران اخر ثاني. نقرصها كاكا، نقرصها هكا كاكا، ندير بحال المول، نبدا نقرص، سمو تقرص، تقرص كاكا وتقرص، نقرص عليك مالك، هو ضركتيني ضركتي ليا خبزاتي زينين، هاد السميدة على مزينات هاد كريستها. والله الا اجيها اللي عرفت انا كاع ما كنت نقرصها، كنت نقرصها بلي بلي الهدره الهدره كتجي زينه، ولكن قالت لي ماما هذه ماما راه تجي في التكريسه غزاله، قالت لي انت كاع تعرفي هاد الشيء. هادي خبزه بالخميره البلديه، هاد السميده على مزينات هاد كريستها. والله الا اجيها اللي عرفت انا كاع ما كنت نقرصها، كنت نقرصها بلي
قلت لك ترى درك تجي زوين، ولكن قالت لي ماما هذه ماما راه تجي في التكريسه غزاله. قلت لها انت كاع تعرفي هذا الشيء. هادي خبزه بالخميره البلديه غزالين، واخا ما تيبانوش ليكم دابا عندي ها هو نقرصهم يجيو غير زويناتهم. هي باقا ما كاينش بلاصه فين دير ما احنا ما نقرصوش مش خبزات بلديات. هاني اخوتي راه مهبلش حاطه داك المسخوط تاع التليفون عليا في واحد البلاصه فوق الكرسي، ما يضحش ليا مزيان. وكان عندي هذيك تلصق في الجاج كنا ملصقاها في الجاج ليها. ودابا غنستمرو هكا حتى نكملو. يلا سير سير ولا شميتيها؟ تيبغي خوتي يقرص معايا وتي غخسر لي كاع الدنيا وعمر لي كاع الدنيا بالدقيق. سير تتكبر تتكبر وعطيك تاع الجنه. تحبني انا نقول لك انا ما خمره بغيتي تعجنو؟ تكبر نزيدك تعجن نزيدك طيب نزيدك الراجل تيدير كل شيء. انا كبير ما كتقولي لي انا صغير ولا راه عرفتك كبير. انت شهره انت شرتي كنا عجبني سفيان انت شويه